السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من طبيب الصحة. مساء الصحة والجمال على عيونكم، وحلقة جديدة هنتكلم فيها النهاردة عن طب الأسنان. لو بصينا هنلاقي أن أسلوب الحياة الخاطئ والريتم السريع اللي كل مدى بيزيد للحياة بتاعتنا يؤدي إلى أمراض كبيرة قوي تؤثر على صحة الإنسان. ولو بصيت هتلاقي أن معظم الأمراض المزمنة بقى ضغط، سكر، سمنة، مفرطة، حاجات كتير قوي. دورنا في الكتب هتلاقي أن من أهم هذه الأسباب اللي بتؤدي إلى هذه الأمراض هي الاسترس، الضغط العصبي. الفم، الأسنان زيه زي أي عضو وجزء من جسم الإنسان يتأثر بهذه الحالة النفسية، الحالة العصبية، الضغوط اللي البني آدم بيعيشها في هذه الحياة. النهاردة حلقتنا هنربطها ما بين الاسترس والضغط العصبي وصحة الفم والأسنان. بس اسمحوا لي الأول أرحب بضيفي العزيز الموجود معي في الاستوديو، دكتور تامر عاشور، استشاري تقويم الأسنان وأحد مؤسسي مراكز تو سمايل لطب الأسنان. دكتور تامر برحب بيك في طبيب الصحة. أهلا بيك يا دكتور. زي ما قلت دكتور تامر، سكر بقى، ضغط، سمنة، هتلاقي كل ده ليه علاقة بالحالة النفسية. أكيد. الفم، وزي ما بنقول الفم مرآة الجسد، والأسنان بتتأثر بهذه الحالة النفسية. تعالى نبدأ واحدة واحدة. وناخد الأول، تعالى نتكلم بقى على الأسنان، احنا طب الأسنان. أكيد. ونشوف الاسترس والضغط العصبي إزاي بيأثر على الأسنان. طيب، هو مبدئيا كل الناس دلوقتي احيانا بيعدوا بمراحل من الضغط النفسي، سواء الطلبه ايام الامتحانات او نتيجه مشاكل الشغل، نتيجه مشاكل شخصيه، كل ده بيؤدي ان هم بيضطروا يعملوا ضغط على الاسنان اثناء النوم. وساعات بيحصل الضغط على الاسنان ده اثناء الصحيان، والناس صاحيين عادي بيبتدوا يضغطوا على اسنانهم. الضغط الزايد على الاسنان ده بيأثر على الاسنان وعلى الانسجه المحيطه بالاسنان من اللثه وعلى مفصل الفك. فهنبدا الاول نتكلم على الاسنان. أوكي. طبعا الاسنان بيحصل فيها مشاكل جامده قوي، ان هو اثناء الضغط على الاسنان الجامد بيعمل زي حاجه اسمها اتريشن، اللي هو الاسنان بتتبرد من فوق، وده بيؤدي ان قوه المضغ بتاعتها بتبقى قليله قوي، والعين ما بيعرفش يمضغ بعد كده كويس، بيكسر حروف الاسنان، وده بيعمل حساسيه جامده في الاسنان. تمام. برضو من ضمن الحاجات دي ان هو بيأثر على اللثة، بيؤدي لمشاكل التهابات في اللثة مزمنة، وبيؤدي لجيوب في اللثة. الجيوب اللي في اللثة دي بتجمع بكتيريا وبتعمل ألام في الأسنان، وده بيؤدي في النهاية إهمال الموضوع ده بيؤدي لخلخلة في الأسنان، وممكن الإنسان يفقد جزء من أسنانه نتيجة الإهمال، أو ان هو مهتمش بموضوع البروكسيزم، أو ان هو بيكز على أسنانه. تمام. الاتريشن او تاكل الاسنان والبروكسيزم هو مصطلح واحد، ده بيؤدي الى تاكل الاسنان، هو اكيد ولا في فرق ما بينهم؟ لا، هو البروكسيزم ده ان هو العضلات نفسها كمان بتاعه الوش بتبقى فيها يعني بتبقى يعني مشدوده جامد، شد جامد، وده بيأثر على شكل الوش كمان. يعني تمام. يعني العضلات بتاعه الوش، والوش اصلا عباره عن الوجه ده عباره عن عضلات. العضلات دي المفروض الانسان كل ما بيمضغ العضلات دي بتتحرك، بتبتدي العضلات تبقى قويه، بتغير في شكل وشه كمان. تمام. بغض النظر هو تخين او رفيع، بس شكل وشه بتاثر بالعضلات. البروكسيزم ده بيحصل اثناء النوم يا دكتور تامر؟ بيحصل في الغالب اثناء النوم. بس بعض الناس بقى تعادى عندهم بيبقى اثناء النهار وهم صاحيين في النهار عادي، نتيجه الضغط العصبي ممكن يحصل معاهم كده. يعني ممكن العصب الضرسي يتكشف نتيجه التاكل في الاسنان؟ طبعا، بس ده ممكن بياخد سنين. بياخد سنوات. في ناس بيجوا لنا للاسف ان هو بيجوا في العلاج متاخر قوي، بيكون حصل من كتر ما اسنانهم اتبردت ابتدى يتكشف كل الاعصاب بتاعت اسنانهم. ده نتيجه ان هم قعدوا سنين مهملين الموضوع ده، مش مهتمين بيه. يعني هم عارفين ان هم بيكزوا على اسنانهم، عارفين ان هم بيضغطوا على اسنانهم جامد بالليل نتيجه العصبيه والانفعال، بس هم ما بيهتموش بالعلاج في فتره مبكره، فلما بيتاخروا في العلاج ممكن توصل لكده. تمام. هيجي لك حد في تو سمايل بيعاني من حاجتين، ممكن الم شديد نتيجه ان هو بيجز على اسنانه، او ممكن يلحق نفسه ويجي يقول لك انا بالليل بسمع او بقوم ببقى جازز على او قافل على بقي جامد، او حد من قرايبه يقول لك ده بيعمل صوت بسنانه وهو نايم. حضرتك هتعمل له ايه في تو سمايل؟ هو طبعا اول حاجه احنا بنشخص الحاله، وده بنحتاج منه اشعه، وبنحتاج ناخد التاريخ المرضي بتاع الحاله، لان احيانا بعض الناس ان هم بيبقوا عايزين
الضغوط النفسيه دي نتيجه مشاكل في الشغل او مشاكل في ناس مثلا شغالين كول سنتر بيضطروا يردوا على التليفونات فترات طويله، فده بيؤدي برضو لمشاكل التهاب في مفصل الفك. فلازم طبعا اول حاجه بنعمل التشخيص المناسب للحاله، على اساسه بنبدا العلاج. في طبعا علاجات كتير من ضمنها ساعات في بعض الاحيان بيبقى نتيجه ان سنانه مش منتظمه، سنانه معوجه شويه، فبتخلي ان هو العضه بتاعه الفك بتاعته مش مظبوطه، او ان هو بيعض على جنب وجنب التاني السنان ما بتقفلش على بعض، ففي الحاله دي بنضطر نعمل تقويم. في حاله تانيه ان هو بيكز نتيجه ضغوط نفسيه وان هو اصلا ما يبقاش مدرك الموضوع ده، بيحس بس الكلام ده هو نايم بس. اوكي. فده طبعا لازم بنعمل له حاجه اسمها حارس ليلي، اللي هي نايت جارد. ده بتبقى تركيبه شفافه بتبقى مرنه شويه، بحيث ان هو وهو بيضغط على سنانه بالليل وهو نايم ما تاثرش على الانسجه بتاعت الاسنان ولا تاثر على مفصل الفك. تمام. ده اللي بيجي يقول لك انا بعمل او حد بيقول لك بيعمل صوت بسنانه وهو نايم، طب جايب الم بقى، وساعات لما بيجي لنا وحضرتك شفت اكيد بتلاقي الشادو ظل العصب باين في السنه، ايه اللي هيحصل في توس مايك بالنسبه اللي جاي لك بالم بقى جيل ما بينامش؟ هو الالم ده احنا بنحدد طبعا، بنكشف برده في الاول وبنحدد هو مدى التاكل اللي حصل في الاسنان قد ايه. في بعض الاحيان بيحتاج يعمل حشو عصب للاسنان دي، مع ان احنا بنغطيه بنعمل تغطيه للسنان دي بحاجه اسمها طرابيش. الطربوش ده بيغطي السنه كلها بحيث يمنع التاكل، بس طبعا الطرابيش دي بتبقى انواع معينه بحيث تبقى الصلابه بتاعتها قويه جدا، بحيث لو هو كز على اسنانه بعد كده ما تاثرش ما تتكسرش او ما تتبريش او ما يحصلش فيها اي مشاكل تانية. طيب الطرابيش طبعا خلينا نمسك في حته كده باي ذا واي بسرعه، بورسلين وزيركون واي ماكس. دلوقتي السنان اللي فيها تاكل في الفك السفلي لكن هو ستيل لسه هيجز على سنانه، انا حضرتك عملت حشو عصب وركبت الطرابيش، هل في نوع من انواع الطرابيش دي تاكل في السنان اللي فوق اللي هي قدام الطرابيش؟ وهل الموضوع ممكن ياثر بقى على الاسنان العلويه او السفليه حسب المكان بتاع الطرابيش؟ اكيد طبعا. هو طبعا الصلابه بتاعت التركيبات بتبقى صلابتها اقوى من صلابه الاسنان، فلو احنا واحد بيكز على اسنانه ومركب تركيبه بورسلين بتبري الاسنان المقابله ليها تماما، فدي بتعمل مشكله لو هو بيكز على اسنانه. فاحنا علشان كده لازم لو هو واحد عنده بيكز على اسنانه جامد احنا يا اما نبتدي في العلاج بتاعه ونتاكد ان هو خلاص بطل العاده دي، لو هو مش قادر يبطل العاده دي بنضطر نعمل طربوشين مقابلين من نفس الماده بحيث ان هما يحموا الاسنان، بحيث يبقى هما الاثنين في نفس درجه الصلابه فمش هيبروا بعض، وفي نفس الوقت يحموا الاسنان الثانيه من الضغط ان هو ينزل عليهم الضغط. تمام. طبعا العصبيين يقول لك انا ريقي ناشف، كل الضغط العصبي والزعيق والمش عارف ايه يقول لك انا ريقي ناشف، واللعاب طبعا ده له دور كبير طبعا عندنا. ال- ال- القصه تبقى ماشيه ازاي او تاثير النشفان الريق على الاسنان برضه؟ خلينا في الاسنان. هو طبعا اللعاب ده ربنا خلق فيه مزايا كتير جدا وحاجات كتير جدا، من ضمنها ان في انزيمات بتساعد على هضم الاكل، يعني هضم الاكل بيبدا اثناء المضغ. في حاجات تانية مضاده للبكتيريا بتمنع عمل البكتيريا في الاسنان، والبكتيريا طبعا زي ما احنا عارفين ان هي بتؤدي لالتهابات اللثه سببها البكتيريا الموجوده في الفم، والتسوس لازم بقايا الاكل دي معاه بكتيريا عشان يحصل التسوس. فلما واحد بيجي له ان هو عنده حاجه اسمها زيروستوميا، ان هو بيبقى ريقه ناشف، في عدم وجود اللعاب بيزيد معدلات التسوس بشكل كبير جدا، بيزيد معدلات التهاب اللثه بشكل كبير قوي. تمام. فطبعا ده اللي من ضمن العيوب بتاعه الاسترس والعصبيه والكلام ده، ان هو بيقل اللعاب بشكل كبير، وده بيأثر على الاسنان بالتسوس وبيأثر على اللثه بالتهابات اللثه المزمنه. تمام. الفلورايد ابلكيشن، وساعات طبعا الناس بتدخل على اليوتيوب وعلى الانترنت فاسمعوا على الفلورايد ابلكيشن، فلورايد بنحطه على الاسنان عشان يقي الاسنان من التسوس، ليه دور في الناس العصبيين؟ الناس العصبيين بيحصل عندهم تراجع في اللثه، ان اللثه بتكش من حوالين السنان شويه. أوكي. وده بيخلي جزء من الجذور بتاعه الاسنان تظهر، وده يعمل لهم حساسيه دايما مع المشروبات السخنه والبرد. تمام. فالفلورايد ده بيؤدي ان هو بيقلل الحساسيه دي بشكل كبير، فجلسات الفلورايد دلوقتي بتعمل فلورايد بس، وفي بتعمل معاها كمان بعدها جلسات ليزر. أوكي. الليزر ده بيقفل المسام بتاعه السنه اللي هي بتعمل بتؤدي في الاخر لحساسيه الاسنان. تمام. فدلوقتي الليزر بقى علاج كمان مع الفلورايد، بان احنا يبقى عندنا كذا مرحله لحد حسب كل حاله كل واحد. ده زائد ان الفلورايد طبعا حاجه اجينست التسوس، ضد التسوس. طبعاً فبالتالي طبعاً الناس اللي رئها بتنشف الفلورايد هيحمي شويه من التسوس. واحنا في مصر في ميزه جامده جدا ان الميه اللي في مصر فيها فلورايد، يعني في ناس في الدول العربيه بيعانوا ان عندهم الميه ما فيهاش فلورايد، احنا الميه فيها نسبه فلورايد كويسه، عشان كده ما بيحصلش مشاكل في الاسنان كتير زي في دول عربيه بيبقى عندهم طبقه المينا عندهم متكونه بشكل خاطئ نتيجه ان هي الفلورايد بيبقى مش مظبوط في الميه. تمام.
اللثه بقى والانسجه الرخوه اللي جوه اللثه والخد من جوه واللسان، الحاجات بقى اللي هي الطريه حوالين الاسنان، الضغط العصبي وتاثيرها. هو طبعا التاثير، هو في تاثير من الضغط العصبي ان هو لما بيحصل جفاف في الحلق نتيجه اللعاب بيقل شويه. الجفاف في الحلق ده بيؤدي لالتهابات مزمنه في اللسان وفي الانسجه اللي حوالين الاسنان زي الخد من جوه او الشفايف، وده ساعات بعض الاحيان بيعمل كمان قرح تقرحات في اللثه، ودي طلبه كتير بيشوفوها ايام الامتحانات معروفه. يعني بيجي لنا ايام امتحانات ثانويه عامه، ايام امتحانات الترم، بتلاقي طلبه كتير جدا بتعاني من تقرحات في الفم مستمره بيخليهم ان هم مش عارفين يتكلموا كويس، وبتخليهم بتعمل لهم الم مع السخن والساقع. بالنسبه لتقرحات الفم دلوقتي بقى ليها علاج فعال، هو احسن علاج ليها تتعالج بالليزر. الليزر بيتعمل في جلسه واحده بيختفي الالم تماما، الامور بتبقى كويسه جدا. بس طبعا هو مشكله التقرحات دي نتيجه الضغط العصبي، فطول ما موجود ضغط عصبي هتختفي من مكان وبتظهر في مكان تاني. فعشان كده هو اسلم حل ان الطلبه طبعا يهدوا اعصابهم الامتحانات، يعني كده كده الامتحانات ما بتنتهيش. يعني انت عارف الاساتذه بتوعنا في طب الفم كان يقول لك ايام الامتحانات التقرحات دي ليها طبعا افسس ألسر، ده المصطلح اللاتيني، وفي نتيجه الاسترس برضه والضغط العصبي بيعمل فيروس اللي هو الهربس سيمبلكس فيروس. فيقول لك ايام الامتحانات معظم الطلبه لم افسسين لم هربزين. طبعا برضه في جزء اللي حضرتك قلت عليه في التقرحات، في امراض طبعا المناعه المكتسبه، الضغط العصبي بيهيج جهاز المناعة طبعا. فتلاقي بيعمل برضو حاجات أمراض كتير قوي، الحزاز ومش عارف، أمراض جلدية وأمراض بتظهر في الفم أم لو تظهر في الجلد. ومعظم علاجاتها طبعا ممكن طبعا الليزر ليه دور في بالنسبة للتقرحات طبعا. المناعة هو الليزر طبعا ليه علاج لكل التقرحات، بيعالج التهابات اللثه، لان احنا في حاجه اسمها جيوب لثويه اللي هي فراغات بتبقى عميقه قوي بين السنان وبين اللثه بيتجمع فيها بكتيريا كتير، فدي الليزر بيحل المشكله دي تماما لان هي بتسبب الام جامده جدا، الليزر بيقدر يحلها في جلسه واحده بس. تمام. برضو الموضوع الاسترس دلوقتي بقى فيه حاجه تانية، موضوع الكوفيد 19، فيروس كورونا. فيروس كورونا بيصيب الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه، فطبعا موضوع الاسترس ده بيقلل المناعه، فده طبعا في الوقت الحالي المفروض الناس تهدي اعصابها، ما يبقاش في حاله فزع من الكوفيد 19 او حاله يعني خوف زايد من الامتحانات، لان الامتحانات دي شيء طبيعي وكل الناس بتمتحن، الموضوع ابسط من كده بكتير. تمام. انت عارف الناس الاوبيز اللي عندهم سمنه مفرطه نتيجه العصبيه تلاقيه بياكل كتير قوي. تمام. فخلينا نربط ده نربط الاسترس وطبيعه الاكل وصحه الفم والاسنان. وانا بقى متعصب كل شويه عمال اشرب أكيد أكيد. حاجات فيها سكر واكل شوكولاته، والشوكولاته ليها علاقه طبعا بالجزء النفسي، علاقتها بقى بتاثيرها على صحه الفم والاسنان. بالنسبه للناس لما الناس بتتعصب وبتنفعل بيضطروا ان هم فعلا بيميلوا للسكريات بشكل كبير جدا، يعني دايما يعني بيطلعوا الطاقه بتاعتهم في الاكل. تاني حاجه ان العصبيه دي بتحرق معاهم جامد قوي، فبتخليهم ان هم دايما بيجوعوا بشكل اكبر، فمعظم الناس العصبيين بيحتاجوا ان هم ياكلوا سكريات كتير. السكريات دي طبعا غير ان هي بتزود وزنهم، السكريات دي بتعمل تسوس في الاسنان بشكل اكبر، لان اصلا احنا قلنا بيبقى اللعاب قليل اصلا، ففي عرضه للتسوس، مع ان بيبقى فيه التهابات في اللثه وفي جيوب لثويه، ان في فراغات بين السنان كتير، فالفراغات دي ممكن يدخل فيها اكل، وخصوصا بقى لو اكل سكريات كتير فبتبقى التسوس بتبقى التسوس كتير قوي. فدايما الناس دي الموضوع مش مساله ان هو الم شويه من الكزع سنان، لا ده الموضوع بيتطور ان هو بيأثر على الاسنان وبيأثر على اللثه وبيعمل تسوس وبيعمل مضاعفات تانية اكتر. مع الجزء النفسي وانها تقول للعيان تقعد تكلم معاه وتهدي نفسك وسيبها على الله، طبعا غسيل الاسنان دي حاجه طبيعيه، النصايح الزياده بقى شويه اللي هتقولها له عشان ما يخشش بقى في تسوس والتهابات اللثه والكلام ده بالنسبه لصحه يعمل ايه كل يوم؟ طيب هو اهم حاجه طبعا، هو في حاجتين مهمين. اولا ان هو بيبقى اللعاب قليل عنده فلازم يشرب ميه كتير، فكل شويه لازم يشرب ميه ان شاء الله بق ميه صغير بحيث ما يسيبش ريقه ناشف. تمام. لان ده بيساعد ان هو يبقى اللعاب موجود، بيساعد ان يحصل البكتيريا ما تشتغلش بشكل كويس في بقه فما تاثرش على اللثه ولا الاسنان. الجزء الثاني والمهم ان هو محتاج يغسل سنانه بشكل اكتر. يعني محتاج يغسل سنانه الافضل بعد كل وجبه. والاسنان غسيل الاسنان ما بيقتصرش على الفرشه والمعجون، لا ده محتاج ان هو يستخدم حاجات اضافيه، لان هو بيحصل عنده فراغات بين السنان بشكل اكبر، فمحتاج يستخدم حاجه اسمها فرشه تنظيف بين الاسنان، هي فرشه رفيعه يقدر يدخلها بين الاسنان يطلع بيها بقايا الاكل.
في الفراغات الكبيره، ولو فراغ صغير قوي بيستخدم حاجه اسمها الخيط الطبي. الخيط الطبي ده بيدخله بين الاسنان وبعضها، يطلع منه بقايا الاكل وبيحافظ على حاله اللثه حاله سليمه. وده طبعا احسن ما يستخدم الحاجات اللي هي الناس بتستخدمها، الحاجات العاديه، ان هو يستخدم خله اسنان او حاجات مش طبيه، ده بيزود الفراغات اكتر. انما الخيط الطبي وفرشه تنظيفه من الاسنان بتحافظ على الفراغات ان هي تبقى نظيفه، وده بيساعد الفراغات ان هي تلتئم مع الوقت. تمام. طبعا تخصص التقويم ده دايما احنا بنقول عليه تخصص انيق. فاحنا ال 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 العيان، في ناس كتير بيجي لك خاصه البنات بقى في سن صغير، بيبقى ما عندهمش مشاكل ولا امتحانات ولا حاجه، بس شكلها بدا يضايقها، او شاب برضو لسه صغير شكله بدا يبص في المرايه كتير بدا يتضايق، فده يؤثر على الحاله النفسيه ويبقى دايما تحت الاسترس. دور تقويم الاسنان في الشكل بقى، في الابتسامه، في عدم الرصه المظبوطه للاسنان وبروز الاسنان، دور التقويم. طيب هو طبعا التقويم له دور كبير قوي في الموضوع ده. ان اول حاجه ساعات بيبقى نتيجه اعوجاج الاسنان وعدم انتظام الاسنان ان المريض ما بيقدرش يضغط على اسنانه او يعض على اسنانه عضه مظبوطه، فممكن يكون بيعض على جنب واحد او بيعض على ضروسه اللي ورا واسنانه الاماميه مش لامسه بعضيها. ماشي. فلو بيعض عضه مش مظبوطه ده بيؤدي ان هو بيحصل له الام في مفصل الفك، وده بيؤدي برضو ان هو بيبقى فيه الام، الالم ده بيأثر على الحاله النفسيه. ده تأثير غير مباشر. التأثير المباشر اللي هو شكل الأسنان، إن واحد شكل أسنانه بارزة، أسنانه العلوية بارزة لبره أو السفلية بارزة لبره، أو في اعوجاج شديد في أسنانه، فده بيأثر عليه حالته النفسية. وده بيظهر دايماً في السن بتاع إعدادي وثانوي، لأن هو الناس بيبقى عندها اعتقاد في ابتدائي إن ممكن لا ده لسه ممكن يبدل، ممكن أسنان تتحسن، ممكن ناس، فهي الثقافة اللي موجودة إن هو الناس بتدي تدور على أسنانها وبتدي يحصل مشاكل نفسية في فترة إعدادي وثانوي. ففي الفترة دي طبعا لازم يبدأ تقويم، بدل أول ما يحصل مشاكل نفسية بنبدأ تقويم في أي مرحلة. حتى لو السنان كلها ما اكتملتش، لأن احنا الحالة النفسية دي ممكن تأثر تأثيرات تانية أسوأ، فعشان كده لازم نبدأ التقويم علشان نخلي شكل الأسنان كويس وما يأثرش على الحالة النفسية بتاعته عشان يقدر يكمل دراسته بشكل كويس. تمام. التقويم دلوقتي في أي سن ممكن يبدأ، من إمتى؟ وهل ممكن واحد الحاله النفسيه دي تتعب وهو عنده 40 سنه هل ممكن يعمل تقويم؟ طبعا ممكن يعمل تقويم على حسب حاله اسنانه. التقويم دلوقتي ممكن يبدا من اي سن. طبعا الافضل، السن الافضل للتقويم هو اكتمال الضروس والاسنان الدايمه، بحيث بعد ما الطفل بيبدل كل اسنانه بتبقى طبعا عندنا فرصه التقويم بتبقى سهله جدا. بس في بعض الاحيان بنبدا بدري شويه، لو واحد عنده بروز في الفك جامد قوي فده ممكن ان هو من اي خبطه، لو بيلعب رياضه، لو وقع على وشه ممكن يحصل له كسر في الاسنان الاماميه، فاحنا بنخاف عليه للشكل ده. او لو في عنده حالات تنمر ان هو نفسيا اصلا تعبان او حاسس البروز ده الاطفال بيضايقوه او حد بيتكلم عليه في المدرسه، ففي الحاله دي لازم نبدا بدري. اللي بالنسبه لا للوقت، احنا ساعات كتير قوي بيجي لنا يعني اطفال يتعالجوا وامهاتهم وابائهم بيعملوا معاهم كمان تقويم، لان هم ما كانوش يعرفوا ان ممكن التقويم يتعمل في اي سن. والتقويم ده ممكن يبقى تقويم شامل، يعني ممكن يبقى تقويم لكل الاسنان وممكن يبقى تقويم جزئي. يعني ساعات بيبقى في ناس هو عندهم جزء بس اللي فيه اعوجاج، فممكن نعالج ده في السن الكبير، ان احنا نعالج الجزء ده بس بحيث ان هو نضيع في الاعوجاج، مش لازم نعمل تقويم كامل لكل الاسنان. وده طبعا على حسب حاله الاسنان وحاله الانسجه بتاعتها، لازم طبعا تكون سليمه. يعني في بعض الناس عندهم سنانهم بتتحرك، في سنانهم عندهم امراض مزمنه طبعا مش هينفع، انما الناس اللي هي سنانها صحيه والامور معاها كويسه ممكن ينفع في اي سن. تمام. طبعا بروز الفكين، جراحه الوجه والفكين والتقويم الجراحي ليه دور، ودايما احنا في حلقاتنا بنتكلم على التيم وورك ما بين تقويم الاسنان وجراحه الوجه والفكين. فاصل ونرجع تاني يا دكتور تامر، ونتكلم بقى عن ضرس العقل، نتكلم على مفصل الفك وعلاقته بالستريس والضغط العصبي. فاصل ونرجع لكم تاني.
رجعنا لكم مرة تانية ونكمل كلامنا على الضغط العصبي وصحة الفم والأسنان. واسمحوا لي أرحب مرة تانية بضيف العزيز دكتور تامر عاشور استشاري تقويم الأسنان وزميل كلية الجراحين بإدنبرا وأحد مؤسسي مراكز تو سمايل. دكتور تامر نكمل كلامنا في الاسترس والضغط العصبي وصحة الفم والأسنان. وخلينا جوه لسه في الفم وعيانين بيجوا صداع بقى. والصداع ده حاجة من الاتنين، لما هو نفسيا تعبان فيبقى عنده صداع، لما هو اوريدي عيني قايم نايم بصداع فبالتالي يأثر على حالته نفسية وعلى طول ما بيروحش الشغل والكلام ده. فهتلاقي في حاجة هتظهر على طول، دروس العقل. تمام. فدروس العقل وعلاقتها بالصداع المزمن واللي هيؤثر بنفسه على الحالة النفسية للمريض. تمام. مبدئيا دروس العقل هي اسمها دروس، سموها دروس العقل اللي هي بتطلع في سن كبير شويه، يعني بتبدا من اول سنه. يعني. لا ملهاش علاقه بالعقل ولا حاجه. عشان في ناس يعني عندهم لسه اعتقاد خاطئ ان دروس العقل دي بتاثر على يعني عليه اي تاثير سلبي لو خلعها، بس طبعا هي ملهاش اي علاقه. بالنسبه لدروس العقل اثناء ما هي بتطلع ساعات بيبقى ليها الفك بيبقى حجمه كبير والدروس ليها مكان تطلع فيه، وبتطلع فيها ما فيش اي مشاكل خالص، وفي ساعات بتطلع ما فيش مكان كافي ان الدروس العقل تطلع. فبيحصل فيه كذا مشكله. اول حاجه ان ممكن يحصل الدروس العقل تبقى مدفونه جزئيا، ان جزء من الضرس بيطلع والجزء الثاني مش عارف يطلع. الجزء اللي مش عارف يطلع ده ساعات بيبقى فوقيه جزء من اللثه مغطيه، ماشي. الجزء من اللثه ده بيسموه لحميه. الجزء من اللثه ده اللي بيغطيه ده بيخش تحتيه اكل، بيبتدي يعمل التهابات مزمنه، بيخليه مع الم مع فتح بقه، بيبتدي يعمل ريحه بق مش كويسه، رائحة الفم مش لطيفه، بيبتدي يعمل له الام في ودانه، ساعات الالم بيسمع في ودانه او بيسمع في بقيه الضروس الثانيه. ماشي. فاحنا بنشخص الحاله الاول، بنشوف هل وضع ضرس العقل ده ايه، الجزء هل في جزء من اللثه فوقيه مغطيه هو اللي منعه ان هو يطلع، هل هو في مدفون في العظم، هل هو مدفون كامل او مدفون جزئي. طيب هنتكلم بقى على الحالات دي بالتفصيل. تمام. دلوقتي لو هو مدفون جزء بس من اللثه مغطيه، في الحالات دي بقى العلاج بتاعها سهل جدا. احنا بنشيل الجزء من اللثه ده بالليزر. اوكي. في خلال 5 دقائق بدون اي الم، بدون اي دم، بدون اي مشاكل خالص، والعين بيروح يومها ياكل ويشرب ومفيش اي مشاكل خالص. فوقت ان احنا شلنا الجزء من اللثه اللي مغطي جزء من الضرس العقل ده، بيخلي ان ما يتراكمش فيه اكل، ما يبتديش يحمي، يعمل التهاب، وده بيضيع الالم مباشرة. تمام. في جزء تاني ان بيبقى جزء منه مدفون داخل العظم. اوكي. والمدفون داخل العظم ده للاسف ملوش حل غير ان هو لازم يتخلع. وكل ما بنخلعه في وقت بدري اول ما يبدا الالم اكيد افضل بكتير قبل ما يعمل اي مضاعفات تانية. بالنسبه لي الضرس العقل ساعات بيبقى مدفون جزئيا او مدفون كليا. لو مدفون جزئيا بتبقى جراحه بسيطه جدا ما بتاخدش 10 دقائق، انما لو مدفون كليا بنضطر ان احنا نفتح في الانسجه. طبعا معانا دكتور تامر استشاري جراحه الفم والاسنان، هو يقدر يوضح لنا طبعا احسن ازاي بنعمل جراحات ضرس العقل. هو الامانه دكتور تامر بيجي لنا ساعات عيانين لف على كل التخصصات، عنده صداع مزمن، انف اذن كشف رمد، بيوصل العصب، بيضغط على الاعصاب اللي تحتيه بالظبط، بيكشف مخ واعصاب كمان، الضرس بيحاول يطلع مش قادر يطلع، فبيضغط على كل الانسجه المحيطه بيه، وده بيضغط على الاعصاب بتاعه الفك الرئيسيه، فده بيسبب الم طبعا في الودان والم وصداع مزمن ومشاكل جامده جدا. وساعات ما بنشوفش الدروس دي زي ما حضرتك قلت، بيبقى مدفون كليا، نكتشفه في البانوراما الاشعه البسيطه، في صوره تطلع معانا دلوقتي على الشاشه هتوضح ده. بنبص نلاقي ان احنا لو خلعنا 4 دروس العقل ممكن نخلع الـ4، نخلع الـ2. صور على الشاشه يا دكتور تامر. يعني ده الصوره اللي على اليمين دي اللي هي الاوضاع اللي ممكن يبقى فيها، ممكن يبقى فيها مدفون، اول صوره على الشمال مدفون بشكل جزئي. تمام. ده طالع منه جزء، والجزء الثاني مدفون تحت اللثه، وده طبعا ده ممكن يتعالج بالليزر بمنتهى السهوله. الصوره الثانيه طبعا هو مدفون تحت اللثه، بس الفكره ان الوضع بتاعه مش هيطلع بشكل كويس، فده للاسف هنضطر نخلعه. الصوره ثالث صوره اللي هي على ايدنا الشمال اللي هو مدفون، بس مدفون بالعرض، وده طبعا بيسبب الم جامد جدا ولازم يتخلع في وقت بدري جدا، علشان هو بيأثر على الضرس اللي قبليه. اكيد. من كتر الضغط ممكن يعمل فيه تسوس، ممكن يعمل خلخله في الضرس اللي قبليه، ممكن نفقد الضرس اللي قبليه كمان، فكل ما نخلعه بدري اكيد بيبقى افضل. اخر صوره اللي هي في الجرافيك دي هو مدفون برده، بس مدفون بشكل عميق. الشكل العميق ده بيضغط على الاعصاب بتاعت الرئيسيه بتاعت الفك، فده بيسبب الام جامده جدا. تمام. والصوره طبعا الاشعه دي زي ما باين كده على ايدنا الشمال، الـ4 تقريبا مدفونين. الـ4 مدفونين بس باشكال مختلفه. يعني كل واحد بقى ليه وضعه، وكل واحد بقى ليه طريقه الجراحه الخاصه بيه. تمام. وزي دكتور تامر قال، الساعات زي ما قلت لحضرتك بنكتشف ده، بنخلع الـ4 الدنيا بتبقى كويسه، والصداع
بيروح. وبرضو اللي انا عاوز اطمن الساده المشاهدين لان ضرس العقل برضو مازال بيخوف كتير من الناس، يقول لك ده عمليه ومش عمليه. لا والله يعني الحمد لله كل مدى، ودخول الليزر لما بنشيل اللحميه، لما بيبقى في بلان وخطه معينه، واحنا في تو سمايل بنعمل ريجمن كده، نعمل خطه معينه، بندي قبل الجراحه حاجه معينه تقلل الالام ما بعد والتورم والكلام ده، والموضوع بيخف بسهوله. وطبعا البنج، طبعا نوع البنج اللي بنستخدمه مهم جدا، بيخلي المريض قاعد مرتاح، متوتر بس بيبقى قاعد مرتاح، مفيش الم، وده اهم حاجه. تعالى بقى ندخل من دروس العقل. وحضرتك قلت بقى بتأثر ان في الم بيبقى في الودان، وممكن بيشد العضلات بتاعه الوش وعلى عضلات المضغ. ونطلع بقى على التي ام جي، على مفصل الفك والستريس ومفصل الفك. والاهم العيانين اللي هيجوا لك تو سمايل بيعانوا من مفصل الفك، اكيد ليها علاقه بالحاله النفسيه. دور حضرتك انت طبعا حضرتك تقويم، ونتيجه القفله اللي مش مظبوطه زي ما حضرتك قلت بتاثر بصوره تراكميه على علاقة المفصل في تواجد المفصل والغضروف والعضلات. دور التقويم في علاج ألام مفصل الفك. طيب هو بالنسبة للتقويم هو مش علاج رئيسي في مفصل الفك، لكن في بعض الحالات اللي هي فيها القفلة مش مظبوطة، بمجرد ما التقويم بيعدل الأسنان ألام مفصل الفك بتبتدي تخف بالتدريج لحد ما تختفي. تمام. بس طبعا ده أهم حاجة إن المريض يجي في مرحلة مبكرة. أوكي. لان ساعات المريض بيجي بيبقى عنده مشكله في اسنانه والعضه بتاعته مش مظبوطه من هو عنده 10 سنين، وبعد كده بيجي لنا عنده 35 سنه، فبقى قاعد 25 سنه حصل تاكل جامد جدا في العضم. فاحنا بنعالج الاول الاسنان، وبعد كده بيبتدي يخش في مرحله علاج للمفصل بتاع الفك. هو بيتحسن بس التقويم لوحده اصبح غير كافي. تمام. في حاله لو هو اتاخر في العلاج، انما لما بيجي في مرحله مبكره بمجرد ما يعمل التقويم كل الام مفصل الفك بتختفي، مفصل الفك بيرجع يستعيد كل العظم اللي حصل فيه تاكل ده، هو بيستعيده بشكل طبيعي من غير اي تدخل جراحي. تمام. طبعا انت سمعت دكتور تامر اتكلم انا في جزء مفصل الفك، ان مفصل الفك ده غير المفاصل بتاع الجزء التشريحي والشكل التشريحي، في صوره هتظهر عندنا، غير مفاصل الجسم كلها، ومرتبطه بعضلات المضغ اللي هي العضلات اللي شغاله طول النهار. الموضوع طبعا سهم رايح جاي، الموضوع الحالة النفسية، وممكن الأسنان تبقى تمام وتطابق الأسنان والقفلة بتاعت الأسنان تمام. دي صورة لي، ده المفصل بتاع الفك، ودي الألام أو الصداع اللي بيجي، ده تي ام دي اللي هو الأعراض بتاعت عدم أو الخلل اللي موجود في مفصل الفك، والأسبابه الكبيرة. ومن اهم هذه الاسباب الضغط العصبي. الضغط العصبي بيطلع في جسمنا مواد معينه تساعد على الالتهاب، والالتهاب ممكن ياثر على العضلات وبالتراكم يدخل على المفصل جوه، ولو دخل على المفصل جوه بنوصل لمرحله للاسف الشديد مش كويسه، بندخل ساعات بتاكل في العظم، بتاكل في العظم، نوصل لساعات للجراحه، والجراحه مش الجراحه البسيطه فتح من بره، وجراحه يعني اجريسيف عنيفه. وبرضو الـ بعد كده، بعد قد ايه العيان هل هيعاني تاني ولا لا، ما بنقدرش ساعات نحكم الموضوع. حتى دلوقتي دخول المناظير، بس برضو المناظير ليها حدود معينه لعلاج الانسجه المتهتكه جوه المفصل، لعلاج زي ما حضرتك قلت التاكل العظمي اللي موجود. ساعات بنبدا الموضوع ستيب باي ستيب، واحده واحده. اهمها وده اللي اتعلمناه من اساتذتنا، نقعد نتكلم مع المريض، نهديه الاول، نعمل له ريليف زي ما بيقولوا، نهدي النفسيه بتاعته. لان معظم طبعا زي ما حضرتك عارف، معظم المرضى اللي بيعانوا من الام مفصل الفك الفيميلز، الستات، السن اللي هو سن برضو الشباب، سن الشباب ده اكتر ناس، وليها علاقه على فكره بالهرمونات الانثويه. يعني معظم الكلام اللي اتقال ان الفيميلز اكتر الهرمونات الانثويه بتزيد من التهابات مفصل الفك والتهابات العضلات اللي ماسكه في مفصل الفك. فاحنا بنبدا ستيب باي ستيب. اهمها، وكان استاذ دكتور عبد السلام الباز رحمه الله عليه كان دايما يقول لي اقعد اتكلم مع العيانه او المريض ده نهديه، واحنا في تو سمايل بنقعد بالساعه نتكلم مع المريض بحيث نهدي له نفسيته. مش عاوزينه يوصل ان احنا نوديه لطبيب نفسي. ساعات بنخلي البيشنت المريض يروح لدكتور نفسي، لان هو داخل في اكتئاب. طول ما الجزء النفسي، واحنا حلقتنا عن الاستريس والضغط العصبي والحاله النفسيه موجود، عمر مفصل الفك ما هيخف.
بعد كده ايه العادات بقى اللي حضرتك اتكلمت عنها، البروكسيزم والحارس الليلي والكلام ده، ده ليه دور طبعا ان احنا نكسر العاده السيئه. طبيعه الاكل، الناس بتاكل حاجات ناشفه كتير، المضغ اللبان، هتلاقي في ورقه كده في تو سمايل بنديها له فيها انستراكشنز وارشادات يعمل ايه عشان يكسر الحاجات اللي بتؤدي الى ان العضلات تشد، اللي هتؤثر بذاتها على مفصل الفك. بعد كده الستيب اللي بعديها اللي احنا بنبدا نشوف اماكن الالتهاب اللي موجود في العضلات، ممكن نحقنها بحاجات معينه، ممكن البنج الاسنان ده بنحط جدول بنعمله بنحقن البؤر اللي فيها بدايات الالام. ايه بعد كده؟ بعد كده للاسف بندخل جوه المفصل، الموضوع بيبقى تطور. وفي العلاج بالليزر طبعا بيبقى ده لسه هجي لك بقى لان ده شغل حضرتك. الـ بيتطور، احنا بندخل بقى جوه المفصل، بنغسل المفصل، بنحقن حاجات، بنحقن كورتوزينات اللي هي ادويه معينه مضاده للالتهاب. وبرده للامانه المفصل اوضه مقفوله، دخلناها اكيد هنغير من الهارموني اللي جوه، هنغير من علاقه الانسجه ببعض، هنغير في حاجه ربنا سبحانه وتعالى خالقها. بنوصل لا قدر الله لو الموضوع تفاقم، وبرضه انا عاوز اقول لسان مش انا مش بخوفهم، بس ساعات المريض ما بيقدرش يتكلم اصلا. مش هنقول ما بيقدرش ياكل، ما بيقدرش يتكلم. الجانب النفسي، الجانب النفسي مهم، مهم جدا. تعالى بقى عشان ده تخصص حضرتك برضه الليزر، ونشوف الليزر ودوره في علاج امر او الام مفصل الفك. بالنسبه للليزر هو بيؤدي لكذا حاجه. اول حاجه ان هو بيحسن التئام الانسجه اللي حصل فيها تلف في مفصل الفك، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيقلل الالم، لان من ضمن المزايا بتاعه الليزر ان هو علاج الالم. بمجرد ما الليزر بنقدر بنعمله بابلكيشن معين على الانسجه المحيطه بمفصل الفك، مفصل فيه لمفصل الفك نفسه بيضيع الالم فيه، والانسجه والعضلات المحيطه بمفصل الفك ساعات بيبقى فيها سبازم وشد جامد قوي، بيقدر عن طريق جلسه او اتنين في الليزر بيبتدي الالام دي كلها تختفي. وبرضه بيساعد التئام الانسجه اللي داخل مفصل الفك. بس ده الليزر بيبقى علاج بنعالج اللي فات، بس لازم المريض برضه يلتزم بالنايت جارد، يلتزم بان هو يحسن الحاله النفسيه بتاعته علشان ما ترجعش تتكرر تاني، عشان لو اتكررت تاني الموضوع ان هو بيتكز على سنينه هيحتاج برضه جلسات علاج تاني. تمام. سؤال اكيد الساده المشاهدين هيسالوه، الليزر مؤلم؟ الليزر بيحتاج بنج؟ هل في حاجات تخوف من الليزر ولا هو الليزر دلوقتي يعتبر امن علاج، علاج امن جدا، ما بيأثرش على اي حاجه، ما بيقدر نستخدم الليزر ده في كل الحالات في كل الاعمار. بنستخدمه مع حتى المرضى، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى اي حد مريض بيعاني من اي مرض مزمن، الليزر ما بيأثرش عليه تماما. فالليزر ما بيسببش اي الم. الليزر جلسه الليزر بتبقى وقتها قليل جدا، احنا ممكن محتاجين 3 دقائق لخمس دقائق في الجلسه، بنوصل فيها لنتيجة مبهرة، لأن نتيجة الليزر دايما بتبقى نتيجة مبهرة وبتحصل وقتي، يعني أول ما العيان بيعمل جلسة بيبتدي يستريح في نفس اليوم. تمام. كل مرضى اللي بيعانوا من آلام مفصل فك هل ممكن يستخدمهم ليزر؟ يستخدمهم ليزر؟ طبعا كل المرضى اللي بيعانوا من آلام مفصل فك ممكن يستخدمهم ليزر، لأن هو بيريح الألم وفي نفس الوقت بيساعد في التئام الأنسجة اللي هي في مفصل فك. تمام. هل بيبقى جلسات ولا هي جلسه واحده ولا جلسات؟ هل طبعا جلسات على حسب الحاله، يعني جلسات على حسب الحاله. تمام. يعني بيبقى في متابعه خلال الفترات الكبيره دي طبعا. في بعض الحالات بتبقى جايه متاخره قوي، فالليزر لوحده هيصبح مش كفايه، في حاله في اول الحاله بتبقى الامور سهله الليزر قد يكون كافي. تمام. انما في بعض الحالات متاخره شويه لا، ممكن نحتاج نعمل نايت جارد معاها. في حالات متاخره اكتر ممكن نحتاج نايت جارد ومحتاج بعض الادويه ان المريض يبتدي ياخدها. تمام. دلوقتي كمان هناخد بقى منك الليزر، وبندخل بالمايكروسكوب سوري بالارستروسكوبي المنظار جوه المفصل، وبنستخدم الليزر، بندخل جوه بنعالج الانسجه، الغضروف المتهربد، العظم اللي متاكل. الليزر للامانه ليه دور كبير قوي. وبرده احنا في الاول خالص اتكلمنا على الليزر ودوره في التسوس وعلاج الانسجه التقرحات، فالليزر علاج امن، علاج مهم دلوقتي في طب الفم والاسنان. الجزء بتاع الخلع بقى بتاع مفصل الفك، يعني اللي عنده ضغط عصبي بيزعق كتير وبيضحك كتير كمان، انت عارف ان في ساعات اللي داخل في كتاب يقعد يضحك كتير ويزعق كتير، بيحاول يعوض بيبقى الموضوع كده، بيسموه زمايلنا في طب النفسي مانيا، مانيك.
الخلع بتاع مفصل الفك، هل التقويم له دور فيه؟ وانا هتكلم عن جزء العلاج التاني، التقويم له دور في الخلع؟ لا، هو التقويم دوره بيوصل ان بيعالج الحالات قبل ما توصل لمرحله الخلع. تمام. ان وقت ما وصلت لمرحله الخلع ده حصل تلف في العظم وتاكل في العظم جامد قوي، فالتقويم هيعالج الاسنان بس، مش هيعالج مفصل الفك، مش هيبقى ليه علاقه بيه. تمام. ماشي. بس هي الفكره كلها ان دايما الوقايه في مفصل الفك خيرا من العلاج. لازم كل ما نعالج في وقت بدري هيبقى اكيد افضل بكتير من ان احنا نستنى لمراحل متاخره. تمام. يعني قبل ما يحصل خلع ده بيبقى فيه الم مزمن، الم في صداع مزمن، في الم مع فتح البق وقفله، في الم، وخصوصا الالم ده بيزيد الصبح. يعني المريض اول ما يصحى الصبح يحس ان كل عضلات بقه مش قادر يفتح بقه، بيحس ان الم شديد في بقه. فلازم طبعا يبدا العلاج بدري عشان ما نوصلش لمرحله الخلع. تمام. يعني مرحله الخلع دي في بعض الحالات بتوصل نضطر تدخل جراحي. تمام. هو برضو اللي بيعانوا من الام او خلع مفصل الفك، عين مفصل الفك دول بيخرجوا بفايل كده من عندنا في ارشادات كبيره قوي، والعين اللي عنده الم غير العين اللي جاله لا قدر الله خلع. والخلع في للاسف في مفصل الفك، يعني انا ساعات باجي العياده بلاقي عيني حد قاعد بقه قد كده، الم فظيع بقاله ساعتين ثلاثه بيتعذب. بندخل طبعا بنرده بطريقه معينه، في كده مانيبيوليشن معين بنعمله بالايد كده، بحيث بنقفل الخلع اللي موجود وبنربط له باندج، بنربط له حاجه تمسك ونحاول نقلل له فتح بقه. ده لو حصل اول مره، وبعدين تعليمات معينه، عدم فتح طبعا التاو بايده تحت الفك، اللي ما ياكلش حاجه ناشفه، اللبان، وان هو يحاول قد ما يقدر بقه ده ما يتفتحش. حتى ساعات بنقول له معلقه الشاي الصغيره كل بيها، اكله طري طبعا اسبوعين ثلاثه لحد ما الاربطه، لان طبعا المفصل ما ياكلش حاجه حجمها كبير، حجمها كبير، السندوتشات الكبيره اللي بتطلع في الاعلانات دي طبعا دي من اسباب كل ده المشاكل دي، مضغ اللبان كتير بالظبط كده، استخدام السنان الاماميه، الزعيق بقى الزعيق والضحك كتير. وبعدين لو الدنيا مشيت كويس والامور ما تكررتش لا قدر الله، خلاص بنتابع معاه. لكن الامور تكررت وعلق، لان هو ممكن يعلق ولازم يجي لنا تو سمايل عشان نرده. ده بنبدا نعمل ايه؟ نقلل له بقى فتحه بقه غصب عننا. ساعات بنحط البراكتس بقى، بنستعين بحضرتك نحط لك تحط لنا براكتس ونربط حاجات معينه، نقلل فتحه البق على قد ما يقدر، يدخل معلقه صغيره، يدخل شاليموه عشان ياكل بيها، ونقعد ثلاث اسابيع بالشكل ده عشمانين ان الانسجه والاربطه اللي بقت، لان طبعا الخلع بيخلي انت عارف حضرتك الاربطه دي عامله زي الاستيك بالظبط، شدتها زياده عن اللزوم فقدت الالاستيستي والمرونه بتاعتها. بنحاول نخلي الموضوع يتلم نفسه. الموضوع الحمد لله فكينا السلك واستعنا بيك بقى نفك براكتس، عشان ما بنعرفش نفك البراكتس. بندخل في ايه؟ بندخل ان المريض لا قدر الله تكرروا الموضوع، بنحقن حاجات جوه المفصل، بندخل في عمليات اجريسيف وعمليات عنيفه. فطبعا كل ده العنوان الكبير للستريس والضغط العصبي، كل ده موضوع تراكمي يؤدي الى خلع مفصل الفك، من ضمن المشاكل بتاعت مفصل الفك اللي بتخلي المريض يدخل لا قدر الله في عمليه بالاربع خمس ساعات، بيعاني من ما بعد العمليه. الجراحه طبعا حضرتك عارف الموضوع بيبقى موضوع كبير مش صغير، اوضه العمليات بحد ذاتها بتخوف. طب عايزين نتكلم عن نصايح. انت لسه بقى احنا جايين هنقول لك كل سنه وانت طيب دلوقتي. لا، النصايح بتاعت مفصل الفك اوكي ازاي نحافظ عليه. اول حاجه بالنسبه لمفصل الفك ده، في مشكلتين رئيسيتين، هل هو مشاكل مفصل الفك نتيجه ان السنين معوجه او العضه مش مظبوطه، وده بننصح الناس ان هي تبدا تقويم في سن مبكر علشان ما يحصلش مضاعفات في مفصل الفك. اوكي. كده كده هيعملوا تقويم، بس كل ما نبدا بدري احنا بنتجنب المضاعفات اللي بتحصل في مفصل الفك. السبب الثاني هو الاستريس والضغط العصبي. الضغط العصبي بيأثر على الفك، وبيأثر على الأسنان، بيأثر على اللثة، ليه تأثيرات كتير جدا. فعشان كده كل ما بنبدأ بدري في مرحلة بدري يبقى أحسن. طيب إيه التعليمات المفروض لو واحد حصل عنده التهاب في مفصل الفك؟ تمام. أول حاجة لازم يمضغ على الجنبين، ما ينفعش يمضغ على جنب واحد، لأن مفصل الفك ده بيتحرك الجنبين في نفس الوقت. لو بيمضغ على جنب واحد الجنب الثاني هيحصل فيه تلف أكيد، لأن بيبقى فيه شد زايد عن اللزوم. الاكل اللي بيمضغه لازم يبقى اكل طري، لازم يمضغ اكل طري قطع صغيره. الاكل لازم يتقطع يا اما بالشوكه والسكينه يا اما يقطعه بايده. ممنوع ياكل سندوتشات كبيره، ممنوع ياكل اكل حجمه كبير جدا، ممنوع يفتح بقه فتحه كبيره لاي سبب كان، سواء بيضحك، بيعطس، بيتاوب، بيحط قبضه ايده ويبتدي يقفل بيها بقه عشان يمنع ان يحصل شد جامد على مفصل الفك. ممنوع يستخدم اسنانه الاماميه
في اي شد اي شيء غير الاكل. لان طبعا احنا في مصر ممكن حد يشد خيط يفتح كيس شيبسي يفتح كيس ناكل ضوافرنا طبعا عادات سيئه قدم الاظافر طبعا من العادات السيئه جدا. الطلبه بيمسكوا الاقلام طبعا في سيدات بيحطوا دابيس للشعر او حاجات بينسنانهم كل ده ممنوع تماما. استخدام بس الضروس الخلفيه ونستخدم اكل طري جدا. ممنوع استخدام اللبان. ممنوع ان الكلام لفترات طويله بيأثر في مشاكل مفصل الفك سواء الناس بتتكلم في التليفون فتره طويله الموبايل بقى حاجه كبيره او ان هو بيشتغل طبيعه كلامه بيبتدي ان هو يتكلم مع عملاء كتير لو ما بيتكلم مع عملاء كتير طول اليوم اكيد مشاكل مفصل الفك مش هتتحل فلازم ان هو يغير من طبيعه نشاطه ان هو يقلل الانترنت ساعات كتيره دي بتشدد الاعصاب وتخليك مشدود طبعا طبعا. وطبعا النصيحة المهمة ان هو اخر حاجة يعملها في اليوم الحاجة اللي مريحة بالنسبة له سواء ان هو بيسمع حاجة معينة او بيتكلم مع حد معين او يقرأ كتاب او المهم يبقى اخر لقطة في حياته في اليوم يبقى هي حاجة مريحة من اعصابه علشان بالليل ما يبتديش يفتكر العقل الباطن عنده يفتكر الذكريات السيئة ويبتدي يحصل كز على سنينه. تمام خلينا بقى ندخل على حاجة تانية. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان طيب. على الأبواب ورمضان كريم. الله أكبر. ورمضان شهر العبادة شهر الهدوء النفسي احنا أكيد. بنتكلم من أول الحلقة على الضغط النفسي والناس اللي متعصبة طول النهار. احنا شهر رمضان جاي اهو ربنا يعود علينا باليمن والبركات. آمين يا رب. نهدي نفسنا بقى. صيام بيهدي القراءة القرآن بتهدي الصلاة والقرب من ربنا بيهدي. خلينا بقى ناخد رمضان ونصايح حضرتك للناس في رمضان عشان صحة الفم والأسنان وخاصة الناس العصبيين. الأول كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا الأيام بالخير والمن والبركات ويعودوا على المصريين كلهم والعرب في كل مكان. وشهر رمضان من أجمل شهور السنة فيها حاجات جميلة جدا وخصوصا في مصر. احنا هنا طبعا بنتميز عن العالم كله بالمظاهر بتاعة رمضان والاحتفالات الأسرية والاحتفالات بتاعة رمضان. فده طبعا بيدي طاقة إيجابية جامدة جدا بيساعد طبعا لتحسين الحالة النفسية بشكل كبير. بالنسبة لرمضان احنا طبعا النصيحة أول نصيحة إزاي ناكل في رمضان. طبعا احنا في الدول العربية بياكلوا بشكل كويس جدا ان هم أو بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا. الفطار ده هو بياكل وجبه الافطار بس اللي هو بياكلوا شويه تمر شويه لبن شويه حاجه خفيفه خالص. بعدها بثلاث اربع ساعات يبتدوا يتغدوا اللي هي وجبه اللحوم والفراخ والوجبات اللي هي العاديه وبيتعشوا حاجه زبادي او حاجه خفيفه خالص. فعشان كده هم دايما بيبقوا عندهم نشاط في رمضان. احنا مشكله ان احنا بناكل اكل فيه سكريات جامده جدا 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 في الفطار. بناكل اكل فيه اكل تقيل جدا فده بيأثر بيعمل حاله من الخمول فبتلاقي اليوم خلص بسرعه وفي نفس الوقت ده بيؤدي لمشاكل في صحيه الناس وزنها بيزيد الكلام ده. طيب احنا اهم حاجه ان احنا في وجبه الفطار ما نكترش السكريات لان السكريات دي ليها تاثير على الوزن وليها تاثير على الاسنان. تمام. طيب احنا دلوقتي هنغسل اسناننا ازاي في رمضان؟ اولا احنا هنغسل اسناننا طبعا في الوقت اللي هو بعد الفطار اثناء الفطار. اثناء الصيام ممكن نغسل اسناننا بس يفضل ان احنا ما نستخدمش معجون. اوكي. ممكن نغسل سنة بالفرشة ونبلها بمية ونغسل بيها سنة علشان لو في أي بقايا أكل ما يبقاش موجودة وفي نفس الوقت برضو إن في ناس بتعاني من ريحة بقها بتبقى مش لطيفة أثناء الصيام فده برضو بيساعد بيقلل الأمور شوية. طب أثناء الفطار هنغسل سنة المفروض بعد مرتين أساسيين بعد الفطار وبعد السحور ولازم نغسل سنة كويس قوي ولازم نقعد على الاقل ساعه بعد غسيل الاسنان نستخدم فرشه ومعجون والمضمضه والخيط الطبي وننظف سنة كويس قوي ونقعد ساعه بعدها ما ناكلش عشان ندي فرصه الانسجه ان هي تستريح. بالنسبه لي العادات اللي هي طبعا نقلل السكريات قدر الامكان لان السكريات بتزود تسوس جامد قوي. يعني احنا بنضغط على الاسنان بشكل كبير ان في تسوس وفي بقايا اكل كتير ده بيؤدي ان هي تلف. اهم حاجه بقى التاني اللي هو بعد السحور. لازم قبل ما ننام يبقى اسناننا نظيفه تماما لان اثناء الصيام اللعاب بيقل الفم ما بيبقاش عليه اي حركه من الاكل فبقايا الاكل اللي موجوده بيبقى فيه عرضه ان هي تعمل تسوس بشكل كبير جدا اثناء الصيام وعرضه ان هي تعمل التهابات في اللثه جامده جدا اثناء الصيام. فاهم حاجه بعد السحور لازم غسيل اسنان كويس جدا. تمام دي اهم نصايح للمرضى في شهر رمضان. طبعا دكتور تامر علاج الاسنان في رمضان لا يفسد الصيام.
ده فتوى من دار الافتاء. تمام. ان هو بنج الاسنان ما لا يفطر، وكل علاجات الاسنان لا تفطر. لا تفطر، خلع لا يفطر، لا يفطر، الحشو لا يفطر، التقويم، التقويم. كل الكلام ده، لان هو اصلا في الاول في الاخر ما بيخشش حاجه جوه. المريض ما بياكلش حاجه او ما بيشربش حاجه، فما فيش فيها مشكله. حتى دار الافتاء في بعض الاطباء سالوهم لو حد دخل عن طريق الخطا وهو بيعالج اسنانه، فبدل هو عن طريق الخطا فهو طبعاً. اكيد هو ما يعرفش، وعن طريق الخطا فهو مش قصده، فلا يفطر بإذن الله. حتى الحذر من المريض ده يؤدي ان هو لا يفطر طبعا، يعني طبعاً. عنده حذر وما يبلعش حاجه، وساعات طبعا بيقولوا لك خلي بالك مش عارف ايه. هو علاج الاسنان في معظم العلاجات بيبقى قبل الفطار، لان عشان الوقت بس بتاع كده. لان بعد الفطار بيبقى الوقت ضيق جدا، فمش ممكن نعمل العلاجات اللي بتاخد وقت طويل. لكن تو سمايل في قبل الفطار وبعد طبعاً الفطار موجودين طبعا قبل الفطار للحالات اللي بتاخد علاج فترات تمام. طويله، او الحالات اللي بتاخد صغيرة وقت تمام. قليل بيبقى بعد الفطار. تمام دكتور تامر، الوقت جري بسرعة، وإن شاء الله يبقى في حلقة تانية نتكلم فيها عن صحة الفم والأسنان. وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله أكرم. دي كانت حلقتنا النهاردة من طبيب الصحة، مستنيينكم في رمضان في تو سمايل. خلي بالكم من سنانكم، أشوفكم على خير، سلام عليكم.